خلينا مع بعض نتكلم واحدة واحدة. بداية، في فلوس جاية لك من حيث لا تعلم، يعني فلوس جاية لك وانت مش متوقع قدومها، جاية لك ان شاء الله، يعني خير كتير ان شاء الله جاي لك يا برج الدلو. دايما انت بتدي ودايما انت بتعطي، ودايما زي ما بيقولوا كده اللي في جيبه مش ليه، ولكن في اختلاف المرة دي ان الفلوس هتجيلك انت مش انت اللي هتخرجها. ايه كمان مستنيك يا برج الدلو؟ ان شاء الله في عندك فرح كبير في العيلة، قد يكون انجاب طفل ليك او لحد من اخواتك او لحد موجود عندكم في العيلة، تمام؟ او خبر زي سماع خبر خطبة او خبر زيجة او خبر حمل لحد برضو من قرايبك. هتفرح جدا لانك انت طول عمرك بتحب الخير لغيرك يا برج الدلو. طيب بالنسبة بقى لحياتك انت الخاصة، فان شاء الله ان شاء الله عايزين نقول ان كان في شوية لخبطة في علاقتك العاطفية، بالذات للي عندهم علاقة ثلاثية، كان في شوية لخبطة عاطفية في الايام اللي فاتت، كان في مشادات، كان في قلق، كان في توتر، كان في خصام، كان في بعد، كان في كل حاجة مش لطيفة كانت موجودة في العلاقة ديت. احب اقول لكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب في تحسن كبير في العلاقات العاطفية بتاعتك يا برج الدلو، بالذات للي معاك في علاقة ثلاثية. هيجيلك، هيبقى ليك لوحدك، هتصطلحهم، هترجعوا لبعض، المية هترجع لمجاريها، هتشوف حاجات كتيرة كويسة يا برج الدلو. شوية اندفاع منك وشوية سعي جامد جدا على الرزق، لانك هتبقى نشيط وفي طاقة وحيوية عندك، فانت هتجتهد وهتجري وهتعافر في الدنيا وهتعمل حاجات كتير قوي هيكون لها عائد نفسي ومادي عليك يا برج الدلو. طيب بالنسبة للحبيب اللي الوقت معاك بس انت حاسس ان هو مقلق كده وحاسس ان هو بيفكر ده يمشي ولا بيعمل ايه، انا احب اقول لك ان في حد مسيطر على مشاعر حبيبك اللي بيحاول دايما ان هو يتلكك لك، بيحاول دايما ان هو يعمل نفسه زعلان. ففي الحالة ديت هو في فعلا حد في حياته بيحاول ان هو يغلوش عليك عشان انت ما تشوفش العلاقة دي، فبيعمل نفسه زعلان، مقموص، غضبان، شوية شوية بيروح ويجي. فخلي بالك وخليك منتبه واصحى وحط عينك في وسط راسك يا برج الدلو. ان شاء الله ان شاء الله يا رب في صلح وفي خير كتير للي من عيلة واحدة ومتخانقين او متخاصمين او في بعد، هيحصل ان شاء الله لقاء وصلح. في تأسيس مشروع جديد ليك يا برج الدلو، مشروع عملي مش مشروع عاطفي، مشروع شغل هتعمله وهيكون ناجح جدا، وفي اخبار كويسة جدا عن الشغل دوت، وفي اشخاص كتير بيحاولوا ان هم يقنعوك بالشغل ده وانت مش مقتنع او خايف، مع انك مقدام وبتجازف وممكن ترمي نفسك في وسط المية او في وسط البحر وانت حتى ما بتعرفش تعوم وبتسيبها على الله. بس في الوقت دوت انت قلقان لان الوقت صعب، الايام صعبة، خايف ان انت تاخد اي خطوة تخسر، خايف ان انت تاخد اي مجازفة تخسر، فيبقى ليها وقع مش لطيف على اللي حواليك او تأزم لهم الامور، فانت دايما بتخاف على اللي حواليك. طيب في بعض من برج الدلو، بعض من برج الدلو بيفكروا بالفعل ان هم يسيبوا احبابهم وعايزين يمشوا وعايزين يرحلوا وعايزين يبعدوا البعيد، وتعبوا من كتر المناكفة ومن كتر المناهدة ومن كتر التعب في العلاقة، عايزين يسيبوا البرج، يعني يسيبهم اصحاب الابراج التانية اللي هم عندهم. الجزئية دي لبرج الدلو مش على برج الدلو، يعني في بعض الأشخاص من برج الدلو عشان اللي بيشوفونا من الأبراج التانية بيفكروا فعلا إن هم يبعدهم، وبيفكروا إن هم يسيبوا حبايبهم لأنهم زهقوا وتعبهم. فحاولوا إن انتوا تكونوا رفقاء وطيبين مع برج الدلو، حاولوا إن انتوا ما تثيروش أعصابه، لأنه لو بعد ما بيبصش وراه، لو هجر ما بيبصش وراه، الا في حالات معينة لما بيكون الحب معدي معاه مدى بعيد او مدى طويل. خلاص الايام دي ايام خير ورزق وفرح لبرج الدلو، يا ريت كلنا نستغلها ونستغل برج الدلو، وكمان نكون معاه على علاقة طيبة لانه هو شخص طيب في اغلب الاحيان،
ولكن قلبته وحشة. قلبتك وحشة يا برج الدلو، لأنك عانيت كتير واتألمت كتير وتعبت كتير، وكان في أوقات كتيرة كانت الدنيا كلها بتبقى فوقك والدنيا كلها جاية عليك، وخلاص ما عادش فيك احتمال لضغوط أكتر من كده. أنا شايفة برضو إن في فلوس جاية لك من بره، فلوس من الخارج، وإن شاء الله هتكون ليها مردود كويس قوي عندك. في نجاح أو أخبار عن نجاح الأولاد أو أصحاب العلاقات اللي هم داخلين في العلاقة معاكم، هيبقى في نجاحات وهتسمعوا عن نجاحهم وهتفرحوا لهم. كمان في نجاح ليكم، كمان في نجاح للأبناء بالنسبة للمتزوجين وعندهم أطفال أو أولاد في المدارس وفي المراحل التعليمية المختلفة. ففي أخبار عن النجاح، وإن شاء الله أخباركم كلها طيبة وقراءتكم كلها طيبة. خلينا نكمل ونشوف إيه تاني يا برج الدلو. إيه كمان يا برج الدلو؟ خلينا نقول في بالنسبة للعزاب والمتأخرين الزواج، في ظهور لحبيب العمر أو حبيب الروح أو تواصل مع شخص هتحبوه جدا وهو هيحبك جدا، وهتكتمل العلاقة بزواج ولكن على المدى الطويل، لأن في هتقعدوا كتير عشان تطبقوا على بعض، هتقعدوا كتير علشان لأنهم تقريبا من نفس البرج بتاعكم، فهتقعدوا كتير عشان تظبطوا أموركم مع بعض وترتاحوا لبعض، بس هو حبيب الروح. كمان يعني أرجو منكم الصبر والهدوء، لأن هو الحالة المادية بتاعة الحبيب هتكون ضعيفة شوية، فأنتوا هتكونوا محتاجين إن أنتوا تصبروا معاه أو تساعدوه أو تعاونوه، فيعني ما يجراش حاجة. زي ما بيقولوا ربنا هو المعين، وربنا بيخليكم إن أنتوا تقدروا تساعدوا الناس كلها، فعلى الأقل هتساعدوا محبوبينكم إن شاء الله، والعلاقة هتكون ناجحة وسعيدة إن شاء الله. خلي بالك يا برج الدلو من الحسد ومن السحر ومن الأشخاص اللي بيحاولوا يكيدوا بيك الشر. دايما في ناس ودايما في حيات وعقارب عايزين يلدغوك ويتعبوك، فخلي بالك وخليك منتبه، ما تديش ظهرك لحد، ما تأمنش لحد كفاية. مش هيحميك إلا اللي منك فيك أو اللي من دمك، مهما يكون درجة قربك بالناس التانيين أو الناس اللي أنت بتعرفهم، فعمر ما حد هيحبك ولا يعني يعزك أو يرجع لك مهما حصل غير أهلك، وزي ما بيقولوا أهلك لا تهلك. فطبعا إن شاء الله في صلح كبير وفي مرضية بينك وبين أهلك يا برج الدلو، وخلي بالك أيامك اللي جاية كلها سعادة إن شاء الله. خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين إيه الدنيا. الدنيا للمنفصلين واللي حبايبهم عاملين لهم بلوك وقافلين الخطوط خالص ومفيش أبدا اتصال ولا سلكي ولا لاسلكي ولا أي نوع، إن شاء الله هيكون في فتح للخطوط وفتح للاتصالات ومعرفة لأخبارهم، وهم كمان هيبعتوا معايدات، هيبعتوا تهاني، هيبعتوا اي حاجه، وهتبان ان هي مبعوثه عن طريق الخطا، فهي مش خطا. الحبيب بيتابعك وبيتلصص عليك ومراقبك وملاحظك قوي 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 اكتر ما انت متخيل، بيحب يعني يتتبعك جدا جدا وانت في غفله، او انت بتحاول ان انت تلاقيه بس مش هتلاقيه، لان هو فظيع في فكره ان هو يقدر يوصل لاخبارك من حيث لا تعلم. ان شاء الله في انصلاح للاحوال وفي طاقات كتير حواليك بتحبك، منها برج الاسد وبرج الثور وبرج العذراء، ابراج كتيره هتظهر حواليك وهيكون الاشخاص اللي فيها بيحبوك وبيحبوا لك الخير. دايره الحظ معاك وبتخدمك، وايامك اللي جايه كلها سعاده وهنا يا برج الدلو. خلينا نشوف قراءتنا لبرج الدلو العاطفيه بتقول ايه. بتقول صبرت كتير يا برج الدلو واستنيت كتير، وان شاء الله خلاص ان شاء الله الايام اللي جايه فيها دعم كويس جدا، هتلاقي اشخاص كتير بيدعموك وبيسندوك وبيوقفوا جنبك، هتشوف كتير خير من الناحيه العاطفيه. كمان محتاج ان انت تفتح عقلك وتوسع مداركك قوي، وتبص في المحيط الواسع اللي حواليك على الناس اللي بتحبك وبتقدرك وتقرب منهم. مش كل القريب منك بيحبك، ومش كل القريب منك بيتمنى لك الخير، لا بالعكس، في ناس قريبين منك وبيتمنوا لك الغلط وبيتمنوا لك السقوط وزوال الحب والعاطفة من حياتك.
فخليك منتبه لنفسك قوي. بالنسبة بقى لقراءة الملائكة بتقول لنا ايه، او كروت الملائكة بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا انت هتبدأ بداية جديدة، بداية جديدة، بداية سعيدة، وهيكون ليك تقدم كبير، وهيكون ليك انتشار باهر. يعني لو حد فيكم يفكر يشتغل اعلامي او يوتيوبر زينا او ما شابه، فهو ان شاء الله هيكون له نجاح وصدى واسع وانتشار لصيته قوي ونجاح ليه. ليت جو، يعني ابدأ المسيرة وابدأ الحركة وابدأ الأيام اللي جاية كلها خير، فابدأ الحركة فيها، ما تنامش وما تزهقش وما تملش وما تكتئبش، لا اتنشط يا برج الدلو.